القديم وبشكر بتوع اللي اتفرج على اللي هو قاله، بس هو شهادتنا ان احنا ننقل الخبره والا ما يحصلش تقدم. ف واجبنا ان احنا ننقل خبرتنا لناس ثانيه. وبعدين بشكر المجموعه بتوع اللي اتفرج على المجهود وعلى دكتور احمد نجيب الدكتور ايمن الدكتور احمد البدري الدكتور حسين وكاش على المجهود الكبير اللي اتعمل امبارح وعلى التنظيم الجاي للمؤتمر. مش عارف حد اعتذر عن الدكتوره ايناس، انا تعبانه شويه مش هتيجي تقدم المحاضره بتاعتها. بالنسبه للبرياتريك سيرجري، طبعا زي اي سيرجري في الدنيا لا كومبليكيشنز، لكن الكومبليكيشنز اعلى شويه حاليا زي ما كان الايرا بتاعت اللابروسكوب كولستكتومي لما بدات في الاول. دايما في ليرنينج كيرف في اي حاجه في الدنيا، فلما بيبدا الواحد يعمل تكنيك. فعشان كده احنا عايشين في الايرا بتاعت الكومبليكيشنز العاليه شويه، عشان لسه الناس ما خدتش على التكنيك قوي. انما باذن الله الامور هتقل مع الوقت ومع الخبره. اهم مشكله بالنسبه لنا هي الليكس والفيستلا، وزي ما احنا شايفين مكتوب هنا ان الانسنس اوف ليكس فاريز اكوردنج تو الاوبريشن. فعندنا الرو اي واي جاستيك باي باس اذا اتعملت اوبن الانسنس 1.7 × 10 × 2.6، يمكن عندنا اعلى شويه زي ما قلت. في اللابروسكوبيك من 2.1 × 5.2، السليف جاستريكتومي 5.1. ليه بيحصل ليك؟ الانتر لامينال بريشر بيكسيد التشو او السوتشر لاين ريزيستنس، فبيحصل ليك من السوتشر لاين. والميكانيكال ليكس اللي هي بتحصل عشان الكليبس فك او حاجه زي كده، وكيروز ان ذا فيرست تو بوست اوبريتيف دايز، وايت اسكيميك ليكس وكيرز ليتر افتر 5 تو 6 دايز. يبقى احنا عندنا ليكس بتحصل عشان التنشن عالي، وليكس بتحصل عشان الاسكيميا اللي حاصله. الكوز اوف ليكس التنشن ذا اسموزس الستابل لاين او ستابلر مال فانكشن والديستال اوبستراكشن والسيبج من السوتشر لاين والتشو اسكيميا او كيرنس هيماتوما. الريسك بتاع الليك از انكريز باي امبيرد هيلينج لاي سبب اسباب زي الدايبيتكس والانفكشن والهايبرتنشن سليب ابنيا والايج اوفر 50 والميل جندر مش معروف ليه اند اف ذير از براير سيرجري ليك بيزيد. السايت اوف ذا ليك بيعتمد على مكان العمليه على نوع العمليه. الرول ماي عند جاستروجينال اسموزس في معظم الحالات تقريبا 70%، ستيبل لاين في 10%، جي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 
rights. The sleeve gastrectomy, وهو ده أكتر حاجة بنشوفها, البروكسيمال سيرف ذا ستومك يوزلي بلو ذا زد لاين بنلاقيه 85% من الحالات. الديستال سيرف ذا افكتد ان ذا ريميندر اوف ذا كيسز. الفيستا فورميشن از ريليتد تو انكريز البريشر زي ما قلنا, والليس سليف ديسنسبيليتي والديستال سينوزس والديليد جاستريك امبلي. الليكس والفيستا مشكله كبيره جدا لانها مش مجرد ان بيحصل ليك, لا المشكله من السيبتك كوميونيكيشنز اللي بتحصل والبامار بريزم العيان بتبقى اوفر ويت ورايق في السرير, الوند انفكشن, المشاكل اللي بتيجي بعد شويه ريسبيراتور فيلير لان الكوليكشن اللي بيخش جوه بيمبير الموف بتاع الدفراج, الرينال فيلير عشان التعويض بتاع الفلويدز والسبسز والثرومبوبوليزم, الانترنال هيرنيز والسمول بارد اوبستراكشن والانكريز هوستل ستاي, وفي 9% مورتاليتي للعينين دول. How to diagnose؟ المشكلة how to diagnose early مش how to diagnose, لأن هي المشكلة لما يجي العيان ليه التعامل معاه مبقاش سهل. لما نلاقي العيان بيحصل له تاكيكارديا من السبسس, نوزيا وبومتنج من الانفكشن والسبسس برضه, والفيفر والليكوسيتوزيس والانكريز درين اوتبوت, الاقي الدرين بيجيب كمية كبيرة, والرايزنج سي ار بي. سي ار بي مهم جدا كماركر في انفلاميشن. لما بشك ولازم الجراح يشك بدري, بنعمل ابر جاسون سان سيريز وزوتر سولد كونتراست وسي تي. اندوسكوبيك اكزامينيشن وذ بيتر ايدنتيفيكيشن يوزنج كونكوميتنت فلوروسكوبي, بشتغل اندر سكرين واحد جاستروجرافين الاقي بيه ايه او واحد مسيلين بلو واشوفه طالع بره. البابل تكنيك بحط
البرين تحت ووتر ايه بيبابل عشان الهواء بيطلع من الصوت او زي ما قلت احنا مسيلين بلو ولو بيطلع من البرين. How to manage the complications of bariatric surgery. The surgical measures associated with high morbidity up to 50% and 2 to 10% mortality. يعني عندنا mortality 9% تقريبا في العينين دول. This led to starting with conservative and endoscopic management. دايما بنبدا بالاسهل conservation اذا كان الليك قليل وانتيبيوتكس ونشوف الامور تمشي ازاي يا اما نخش endoscopic. السبورت اوف كير مهم جدا ناخد بالنا عشان ما يخشش في ريسبيراتوري فيلير ولا رينال فيلير ولا انفكشنز كومبليكيشنز. بنوقف الاورال انتيك وناخد بارنترال بندخل ممكن ندخل تيوب بنخش في السمول انتستن او نعمل جيروس فيدنج. الانتيبيوتكس اند بيركوتينس درينج اوف ذا كولكشن از فيري امبورتنت. Even after endoscopic treatment, drainage is very important. لأن لو ما حصلش drainage, the abscess هيفتح في مكان تاني. Endoscopic management must be done very early in the postoperative course. The techniques include يا إما نحط stent جوه عشان exclude الفسلة من ال pathway بتاع الفود أو أركب كليبس وأقفل الفسلة خالص. The suture device ودي مش موجودة عندنا. السيلنس برضو ما جربناهاش في مصر والفاكيومر اسيستد درينج برضو ما جربناهوش في مصر. فاللي احنا بنعمله في مصر هو الستنتنج والكليبس. مره واحده عملنا السوشيال تكنيك كان عملها سافوريوس الراجل اليوناني اللي شغال في امريكا في المؤتمر بتاع الجمعيه في مارس السنه اللي فاتت. انما ما عندناش حد عمل حكايه لغايه دلوقتي. الستنت بليسمنت از ذا مين ستاي اوف تريتمنت اكشولي مع معظم الناس لانها مور سيمبل ومش محتاجه اكسبيرينس عاليه وفيري افكتيف. This is a technique with high success rate as it excludes the leak from the gastrointestinal tract. It accelerates the recovery as it allows the leak to heal with resuming internal nutrition. العيان بيركب له ستنت وياكل ويشرب تاني يوم لما الستنت اكسباند فده بيخلي العيان النيوتريشن بتاعته تتصلح ونوقف الليك الانفكشن الاولى. It prevents peritoneal contamination and decreases abdominal pain. The stent use is self-expandable metal stent or plastic stent. Plastic stent ما فيش حد يستخدمها لان التكنيك بتاعها very cumbersome ودايما migration rate بتاعها عالي جدا. Both covered and partial covered stent should be used. عندنا كذا نوع زي الميجا stent والانواع دي اللي هي كفر او البارشل كفر. ما بنستخدمش الانكفر لان انا عاوز اقفل الليك فما اقدرش احط حاجه انكفر لانها مش هتشتغل. البارشل كفر مشكلتها ان ازاي اشيلها لما اجي اشيلها لانها المفروض ما تسابش اكتر من اسبوعين انما انا عاوز اسيب الستنت 6 لـ 8 اسابيع. انما في طريقه تشيلها برضه ودي ناس كتير بتستخدمها بره على اساس ان هي الميجريشن ريت از فيري لو وشيلها ممكن زي ما هنشوف دلوقتي. Stent placement is done using the endoscopic and fluoroscopic guidance. ممكن نستخدم الاندوسكوب وممكن نستخدم الفلوروسكوبي او الاثنين مع بعض. بندخل المنظار للمعده الاندوسكوب الادفانس في الاستومك اور ذا رو واي ليمب اوف ذا اور ذا سيرد بارت اوف ذا دودينم وبنسيب الجايد واير اللي هو سفاري جايد واير اسيبه جوه واطلع بالمنظار. ذا سايت اوف ذا ليك از ماركت باكسترنال مارك اوحي ليبيدول عند المكان بتاع الليك عشان احط الويست بتاع الستنت قصاد الليك بالظبط. The endoscope is removed and the stent delivery system is introduced over the guiding wire under fluoroscopic guidance. The endoscope could be introduced besides the stent. زي ما قلنا نقدر نعمل ال guidance by endoscopy and by radiology. The stent deployment could be started distally or proximally. بس معظم الستنتس بتبدأ distally فعلا. Very few stents بنعملها proximal release لو كان الليجن تحت كونستريكتور سوبر كونستريكتور مسافه بسيطه بخاف ان اعمل الديبلويمنت من تحت يقوم يطلع فوق الستنت تبقى عاليه وتضايق العيان وطلع شايفها. ففي الحالات اللي فيها ليجن وده مش في البرياتريك ده في تراكيوسوجيال فيستا بعد انتيوبيشن باخد الستنت بروكسيمال ريليس وافتحها من فوق. ذا ليس الاند اوف ذا ستنت ماست نوت بي امباكتد ان ذا دودينال وول اور ذا جاستريك وول. ولازم اخد بالي ما توصلش البابيلا عشان ساعات تعمل بانكرتايتس وما تبقاش اوستراكتد في الوول عشان العين يعرف ياكل ويشرب والا الليكج هيجي من تحت.
The proximal end must be at a reasonable distance from the constrictor. لأن لو طلعت فوق قوي العام بيحس ببين وجلوبس وما يقدرش يبلع وبيتضايق جدا. الستنت ساعات تزحلق شوية لتحت أقوم أنا أطلعها فوق، يعني أقدر أغير مكانها بيوزنج الفورين بودي، هتبقى لها ثريد أقدر أشدها منه. The stent must be left in place between 2 to 8 weeks, usually around 6 weeks, to avoid أنها تبقى صعبة في الشيل. The success rate of the leak closures around 87%, around 90%. In some cases, re-stenting is needed. ساعات نشيل الستنت ونلاقي إن الليجن الفشلة موجودة، ساعات نضطر نركب كليبس وساعات نضطر كليبس ومعاه ستنت كمان. الكومبليكيشن ساعتها إيه؟ لما بتاعها معظم العينين او كلهم بيشتكوا من chest pain during expansion، nausea في اول ايام يوم او اثنين، bleeding و ulceration و perforation has been reported. واخد بالي ان الستنت ما تبقاش مزنوقة قوي تحت عشان ما تبقاش طويلة قوي عشان ما تعملش perforation. الستنت migration around 15-16% of the cases، ودي مشكلة لازم اشيك على الستنت كل فترة قريبة عشان ما يحصلش ليك ومش واخد بالي. الستنت ماجريشن از ليس وين يوزنج بارشلي كفرد ستنت، بس ستنت ريموفال از مور ديفيكالت ذان كفرد ستنت. ان كيس اوف ديفيكالتي اوف ريموفينج بارشلي كفرد ستنت وي كود دو ذا فولوينج تو ريموف ذا ستنت. دايما المشكله ان في تيشوز بتحصل فوق الستنت وبتخليني مش قادر اشيلها ومش قادر اقفلها، فممكن استخدم ارجون عشان افجريت الانجرون تيشو. لارج دايمتر ستنت تتحط جوه الستنت الاولانيه وتتساب لمده اسبوعين بحيث ان هي تعمل بريشر على الابر اند بتاعت الستنت وتعمل تبعد التشو اللي هو طالع عن الابر اند اوف الستنت، وبعد اسبوعين اشيل يطلعوا الاثنين مع بعض. اخد الدبل شانل سكوب واخش بالدبل شانل سكوب وامسك بوث ايدجز اوف ذا ستنت وارمهم مع بعض تحت المنظار، انزل تحت جوه الاسفنجس شويه وان ارجع اشدها معايا جوه تحت النظار بالظبط ممكن تطلع معايا. دي طريقه تانية دبل شانل سكوب. فيعني البارشل كفر برضه ممكن تتشال. الكليبس مشاكله طبعا ان هو التيشرت بتبقى ريجيد وبيبقى انك تمسكها الايدجز وتشدها جوه بتبقى صعبه جدا في بعض الاحيان. السكشن ساعات بيخليك تمسك جزء وتسيب جزء من الفسله، فالكليبس محتاج مهارة أكثر كتير من الستنت، وعشان كده معظمنا بيلجأ للستنت مور سيمبل. كليبس ار لايد ستارتنج فروم وان ايدج اوف ذا ديفكت جوينج تو ذا اذر اند، بمسك الاند الأولانية من قريب عشان أخلي الفتحة تضيق طول ما أنا داخل، وبضطر أركب 3 أو 4 كليبس. ساكشن اوف اير ديورنج ذا بروسيدور، دايما لما أجي أركب كليبس حتى ديورنج بوليبكتومي في الديفكت لازم اعمل ساكشن عشان اقلل اليومن يوم الكليبس يمسك احسن. يوجوالي مالتيبل كليبس ار نيدد تو كلوز ذا ديفكت ويتش از يوجوالي لارج. ان كيس اوف اولد ديفكت يوجوالي وي يوز ارجون تو برايم ذا ايدجز، اعمل زي سوبرفيشال التريشنز عشان ما فيش ايبيثيليوم بيقفل على ايبيثيليوم، اقوم اعمل انجري عشان اشيل الايبيثيليوم يبقى مركب الكليبس يبقى يقفل الايدجز مع بعضيها. The problem in using ordinary clips اللي احنا بنستخدمه العاديين انه ما يعملش full thickness. انا بقدر اقفل بيه زي ما كانت الدكتوره الصينيه عملت امبارح، قفلت التانل بتاع البويم بالكليبس، لان الكليبس ده القطع مقطوع في الميكوزا، انما المشكله في الفيستلا انها واصله للسيروزا، فما فيش عندنا كليبس عادي ممكن يخش يقفل كل لغايه السيروزا. الاوبيسكو كليبس اللي هو ريسنت ديفايس از نيتونول كليبس ماونتد اوفر ذا سكوب زي الباند ليجيشن، ونفس التكنيك زي الباند ليجيشن. هي المشكله ان السكشن ما بيكفيش ساعات والايدجز ريجيد، الريتريفر بتاعه او التوين جراسبنج ما بيقدرش يشده في بعض الاحيان. كان ليد تو فول ثيكنس اوبوزيشن ستيشنز، لو نجح بيبقى اظرف كتير جدا لان انت بتقفل immediately وما بيبقاش في وجع عند العيان وما تبقاش في ريستريكشنز قوي على العيان. Approximation of the edges of the effect can be done using the twin grasper or anchor clip. It is successful around 70 to 90% of the cases. Fibrin sealant injected through
double lumen cursor of debridement of the edge can be used. The viscous component is injected and a block will be formed. This may need several sessions. Good response is anticipated in the absence of infection and low output fistula. The conscious fistula became committed. The reported success varied between 40 to around 80%. The small cell is reported is use of hysterectomy, which leads to necrosis of the tissue with inflammatory response. Endoscopic suture in the technique, the Apollo, the one can give a regular in the Yunani Lama, well, the success rate is very high. I think this is the future of closing and treating these fistulas. The vacuum assisted sponge closure consists of open sponge attached to a tube to external vacuum suction. The sponge reduces formation of granulation tissue while the vacuum suction removes secretion and removes the fusion. A feeding tube is introduced intranasally, exteriorized orally, attached to the sponge, coupled with the forceps introduced with the scope to the fistula. The feeding tube is attached to continuous vacuum to clear the fluid. The sponge is changed 2 to 3 times weekly. Closure is achieved 20 to 30 days later. The plugs was used for inner fistula, cellular fibrogenic matrix, which simulates scar formation without foreign body reaction. As the procedure started with ossification of the fistula, tracked by contrast injection, guide wires introduced percutaneously to the fistula, grasped from the inside, extracted through the mouth. The fistula tract is abraded with a snare, is attached to the wire, passed through the fistula. The snare is used to grab and narrow the end of the fistula where the plug is inserted. The film حوارينا ازاي